السلام عليكم. مشروع الطريق اللي يربط مدينة تندوف بزويرات يأخذ أبعادا جديدة بعد وصول المعدات نتاع الأشغال العمومية إلى موقع المشروع في موريتانيا. إذا بعد ما رسلت شركة كوسيدر كل عتاد يعني عتاد ضخم لانطلاق هذا المشروع في الميدان، إذا سوف يتجسد هذا المشروع الاستراتيجي اللي يربط الشعبين الجزائري والموريتاني ولمصلحة الشعبين وللاقتصاد، وخاصة المواطنين اللي يسكنون في الحدود الجزائرية الموريتانية. إذا خليكم تتابعوا هذا الفيديو حول إرسال المعدات لانطلاق هذا المشروع على الميدان. إذا بدون إطالة خليكم تتابعوا الفيديو والسلام عليكم. على مد البصر تسير هذه الشاحنات والآليات الثقيلة انطلاقا من المعبر الحدودي البري الشهيد مصطفى بن بلعيد بتندوف لتكون الوجهة المعبر الحدودي الموريتاني، ومن ثم التوجه نحو الورشات المفتوحة لمشروع طريق تندوف زويرات المقسم على عدة أجزاء يتكفل بعملية إنجازه مجمع شركات وطنية على رأسها شركة كوسيدر للأشغال العمومية. كوسيدر الأشغال العمومية أي شركة عندها تجربة كبيرة في الأشغال العمومية، أنجزنا العديد من المشاريع على مستوى التراب الوطني، على مستوى خارج التراب الوطني جهزوا لها كل ما يلزم باش المشروع ينجز في أحسن الظروف وفي الأجل التعاقدية إن شاء الله. احنا شركة وطنية الأشغال العمومية SNTP عضو في مجمع، والمشروع بين الجزائر وموريتانيا على 840 كيلو، رانا واقفين على قدم ساق على هذا المشروع. الانطلاقة الفعلية لمشروع الطريق الرابط بين تندوف زويرات هو تحدي ترفعه الجزائر لتوطيد العلاقات الاقتصادية الجزائرية الموريتانية وفتح آفاق جديدة للتبادلات التجارية نحو إفريقيا. الورشة تمشي إن شاء الله دون انقطاع دون توقف حتى يتمم هذا المشروع. في هذا الإطار أنتهز الفرصة باسم كل السلطة الجزائرية أنها تقدم بالشكر للأشقائنا الموريتانيين الذين قدموا كل التسهيلات الممكنة، هذا كله تحضيرا وتمهيدا إن شاء الله لإنجاز المنطقة الحرة. التنسيق التام بين الجزائر وموريتانيا سيعطي دفعا للإسراع في وتيرة إنجاز هذا المنفذ البري المتعدد الأبعاد. هكذا هو مشروع الطريق الرابط بين تندوف زويرات، ورشة مفتوحة بها كل الشركات الجزائرية العاملة في هذا المشروع الضخم، وهو شريان حياة سيربط بين الجزائر وموريتانيا.